خروج سدي قزانيا ومندلي عن الخدمة بسبب كثرة الترسبات الطينية جراء غياب عمليات الصيانة والكري منذ فترات طويلة بسبب موجة السيول القادمة من الحدود الإيرانية التي أثارت مخاوفا كبيرة لدى أهالي بعقوبة من اندثار هذه السدود بسبب الإهمال. الكل تتخوف من الترسبات اللي تجينا اثناء السيول المتجهه اللي تجينا من الجانب الايراني مع الحدود العراقيه وبالاخص محافظه ديالى. احنا نعرف في مندلي في قزانيا هناك سد، هذين السدود مهمات الدوله خطرت عليهم. اذا ما يتخذ موقف من الحكومه الاتحاديه بالاساس الحكومه الاتحاديه من اجل يعني خلي شويه المعاهدات مع الجانب الايراني تتقوى لمعالجه هذه المساله، والا هذين السدين راح يكونن في مكان خطر بل معرضات للاندثار. مواطنون أكدوا بأن هذه السيول القادمة ستؤدي في حال عدم صيانة السدود إلى هجرة العوائل وخروجها من الخدمة لكثرة الترسبات التي تجاوزت 90% من سعتها الاستيعابية، مطالبين الحكومة بالإسراع بإعادة تأهيلها والاستفادة من السيول القادمة من إيران، رغم أن المبالغ التي صرفت على عملية الإنشاء كبيرة جداً. انه هذا السد يعني متوقف عن الخدمه بسبب الطمر الطيني، فهذا حتما بالنتيجه راح يولد فد مخاوف كلش كبيره لدى الاهالي المتواجدين قرب السد، فحتما حيؤدي الى هجره كبيره وفيضانات. المخاوف بسبب السيول اصبحت هاجسا مستمرا لابناء محافظه ديالى وخصوصا اثناء فتره الشتاء. اليوم تحتاج سدود مندلي وسدود قزان لوقفة جادة من الحكومة الاتحادية لإزالة الترسبات الطينية واستيعاب المياه التي تأتي من السيول والاستفادة منها بالمستقبل. مناشدات مستمرة للجهات المعنية بإعادة تأهيل سدي مندلي وقزانيا خوفا من انهيارهم بسبب كثرة الترسبات، ومتى يتم الاستفادة من المياه القادمة من إيران للحفاظ على الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي وتوفير مخزون مائي لتطوير الجانب الزراعي والمعيشي لسكان القرى المحيطة، أمنيات يتمنى الأهالي تحقيقها من قبل الجهات المختصة. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.